بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مستهل هذا اللقاء نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه الحلقة وقفنا في نهاية باب الاستنجاء، ونبدأ بعون الله من باب السواك وسنن الوضوء. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر آداب الاستنجاء والاستجمار، شرع في بيان سنن الوضوء. ومن جملة سنن الوضوء السواك قبله. ولما كان السواك له أهمية شرعية، قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ورغب فيه، كتب المؤلف رحمه الله مقدمة عن السواك ليبين أهميته وفضله وصفته ووقته، قبل أن يدخل في سنن الوضوء التي من جملتها السواك. نعم. قال رحمه الله: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعه وخرقة، نعم، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم، هذا بيان حكم التسوك. أما تعريف السواك فهو يطلق ويراد به العود الذي يستاك به، ويطلق ويراد به المصدر، فيقال تسوك تسوكا وسواكا، فيكون سواك اسم مصدر من تسوك. ومعناه شرعا إمرار المسواك على الأسنان واللثة ليزيل ما عليهما من مخلفات من الطعام وغيره، وأيضا يزيل ما يعلق بالأسنان من اللون الذي يغيرها إلى الصفرة، ويزيل الرائحة الناشئة من هذه المخلفات على الأسنان واللثة، أو الناشئة من أبخرة المعدة، فإنه يتكون في الفم رائحة كريهة من هذه الأشياء، فيستعمل السواك لإزالتها وتطيب الفم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فبين صلى الله عليه وسلم أن للسواك فائدتين: الفائدة الأولى أنه مطهر للفم
من هذه الروائح ومن هذه العوالق. والفائدة الثانية وهي أعظم أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، فإن الرب سبحانه يرضى بهذا العمل ويحبه لما فيه من النظافة وما فيه من تطيب الفم لذكر الله عز وجل. نعم. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. من الأول. قال: التسوك بعود لين. نعم، ذكر الآلة التي يستاك بها وهي العود. نعم. بعود لين، وهذا العود لا يتعين من أي شيء، بل كل ما يتأتى به المقصود من الأعواد فإنه يتسوك به. الحمد لله. كعود الأراك، وهذا أفضلها، وعود العرجون وغير ذلك، فأي عود يحصل به المقصود وهو تطهير الفم وتطيب رائحته فإنه يحصل به الغرض الشرعي. وقال واصفا هذا العود بصفات: أولا يكون لينا. نعم. لأن القاسي يجرح الفم. الوصف الثاني أن يكون منقيا، يعني ينقي الأسنان واللثة مما علق بهما من أذى. الصفة الثالثة أن يكون غير مضر، يعني غير جارح للأسنان، لأن الجرح يكون فيه مضرة. فإذا كان العود بهذه الصفات لين منق فإنه لا يترتب عليه مضرة. الصفة الرابعة أن لا يتفتت هذا العود، لأنه إذا تفتت زاد الفم تلوثا. فهذه صفات العود الذي يستاك به: أن يكون لينا، أن يكون منقيا، أن يكون غير مضر، أن لا يتفتت في الفم. فإذا توافرت هذه الصفات في العود فإنه يستحب التسوك به، وإن اختلت صفة من هذه الصفات فإنه لا ينبغي التسوك به لأنه لا يأتي بالغرض المقصود. ثم قال: لا بخرقة، لا بأصبعه وخرقة. نعم. أي لا يحصل السواك الشرعي، ولا تحصل الفائدة منه بالأصبع، فلا يميط عن أسنانه بأصبعه، لأن هذا شيء لم يرد، ولأنه لا يحصل به المقصود. نعم. وكذلك لا يشرع تسوك بالخرقة، بأن يمسح أسنانه بخرقة، لأن هذا لا يأتي بالغرض المقصود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود ولم يستك به بخرقة. فإن فعل هذا هو الذي عليه المذهب. والصحيح إن شاء الله أنه إذا حصل الإنقاء سواء بالأصبع أو بالخرقة فإنه يحصل به المقصود وتحصل به السنة، بقدر ما يحصل من الإنقاء. نعم. وقوله مسنون هذا خبر المبتدأ، لأن المبتدأ قوله التسوك، ثم ذكر ما يتسوك به وصفاته، وذكر ما لا يتسوك به وهو العود والخرقة، ثم قال مسنون، فهذا هو الخبر ويكون متأخرا. مسنون كل وقت، أي أن حكمه الشرعي السنية، فليس بواجب وإنما هو مستحب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي يدل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو وجب لصار فيه مشقة، كما يدل هذا على مسألة أصولية وهي أن الأمر للوجوب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم حث على السواك ورغب فيه مع أنه يقول لا أمرتهم، فدل لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، فدل على أن التسوك ليس بواجب وإنما هو مستحب، من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما أوقات التسوك فهناك أوقات عامة وأوقات خاصة. الأوقات العامة قال المؤلف رحمه الله كل وقت، أي ليس للسواك وقتا معينا، وإنما يستحب كل وقت، ولكن هناك أوقات يتأكد فيها. نعم. قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. لغير صائم بعد الزوال. أما الصائم بعد الزوال على هذا فإنه لا يتسوك، وذلك لأن السواك يزيل خلوف الفم أو خلوف الفم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه فيما يرويه عن ربه عز وجل، أن الله جل وعلا يقول ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم، والخلوف هو ما يكون في الفم من الرائحة غير مرغوب فيها من أثر الصيام، لأن الصائم تظهر عليه رائحة فيها كراهية في مشام الناس، ولكن هذه الرائحة محبوبة عند الله لأنها ناشئة عن طاعته وأثر من آثار عبادته. قالوا فما دام أن الخلوف بهذه المثابة عند الله سبحانه وتعالى والسواك يزيلها، فإنه لا ينبغي التسوك للصائم بعد زوال الشمس، لأن هذه الرائحة إنما توجد في هذا الوقت إلى آخر اليوم. فلا، ولأنه ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال استاكوا بالغداة، إذا صمتم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا في العشي، ولكن هذا الأثر غير ثابت، وعموم الأحاديث التي تحث على تسوك أيضا ليس فيها هذا الاستثناء، وإنما رغبت في التسوك في كل وقت من الأوقات للصائم ولغيره، قبل الزوال وبعد الزوال، هذا مقتضى عموم الأحاديث. وأما ما عللوا به من أنه يزيل أثر الصيام الذي يحبه الله فهذا غير صحيح، لأن هذا الأثر ليس ناشئا من الفم، وإنما هو ناشئ من المعدة عند خلوها من الطعام، فإذا خلت المعدة من الطعام تصاعدت منها هذه الأبخرة، والسواك لا يزيلها. في الحقيقة أنه لا يزيل هذه الأبخرة، فهي موجودة ومتوفرة للصائم، مع عموم الأحاديث في الحث على الصيام كل وقت. فالصحيح أن الصائم يستاك كغيره في أول النهار وفي آخره. نعم. قال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. نعم، هذه الأوقات المخصوصة التي يتأكد فيها السواك، وذلك أولا عند الصلاة، عندما يريد الإنسان أن يحرم بالصلاة فإنه يستحب له أن يستاك
لأجل يطيب رائحة فمه لاستقبال الصلاة وهذه العبادة العظيمة، ولأنه سيتلو كلام الله عز وجل فيطيب فمه لذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الوقت الثاني عند انتباه من النوم، لأن النائم تتغير رائحة فمه، فيستحب له إذا استيقظ أن يزيل هذه الرائحة التي نشأت من النوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه أول شيء يبدأ به السواك. نعم. والموضع الثالث أو الوقت الثالث تغير رائحة الفم، إذا أحس الإنسان بتغير في رائحة فمه فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك، لأن بقاء الرائحة الكريهة غير مرغوب فيه شرعا ولا طبعا. نعم. هل ورد يا شيخ استحباب السواك عند دخول المنزل وأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد كذلك من الأوقات أو التوقيت لاستحباب السواك عند دخول المنزل، كان صلى الله عليه وسلم يستاك عند دخوله منزله. نعم. هذا يعم كل دخول أو يخص دخول الرجل منزله، يعني مثل أن يدخل مكتبه مثلا؟ لا، مخصوص بالمنزل إن شاء الله. الحديث جاء في المنزل. نعم. قال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، هذه صفة السواك أو التسوك، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، عرضا بالنسبة للأسنان، بأن يدير السواك عليها عرضا مبتدئا من جانب فمه الأيمن ثم يمره إلى جانب فمه الأيسر، الأسنان العليا والأسنان السفلى، مبتدئا بالأيمن لأن التيامن محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومن ذلك السواك. نعم. قال: ويدهن غبا ويكتحل وترا. يدهن غبا، هذا من الآداب الشرعية العامة، وهذا لا علاقة له بالوضوء، وإنما هو أدب عام. والدهان معناه دهن الشعر بالدهون المناسبة لتليين الشعر وإزالة شعثه. وغبا يعني يوما بعد يوم، لا يدهن كل يوم لأن ذلك يفضي إلى الترف، ولكن يدهن يوما بعد يوم، هذا هو السنة. بأي دهن يا شيخ؟ الدهن المناسب الذي يعد للشعر خاصة، وهذا معروف وموجود عند الناس، ما يدهن به الشعر من الأدهان المناسبة. نعم. وهو كذلك للرجال، يعني أحيانا نرى بعض الشباب يعني يعاملون هذا الدهان لا نكارة، وقد يكون من السنة. نعم، هذا من السنة، لكن المبالغة فيه وإلى حد الترف وإلى حد التأنث. نعم. هذا ممنوع، لكن استعماله على الصفة المشروعة، يعني يدهن غبا يوما بعد يوم مما يزيل الشعث، شعث الشعر، هذا شيء مرغب فيه، لأنه من التجمل، والله جل وعلا جميل يحب الجمال. نعم. إذن المقصود أن لا يكون شعثا ولا متأنثا. ولا متأنثا، يكون متوسطا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويكتحل وترا. يكتحل في العينين، يستعمل الكحل في العينين، وهذا سنة نبوية أن يكتحل، وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمنت لما فيه من تجميل العينين ولما فيه من قوة أو تقوية البصر، فالاكتحال سنة
سنة نبوية، ويجعله وترا، لأن الله وتر يحب الوتر، بأن يجعله ثلاثا ثلاثا أو خمسا خمسا، ولا يجعله شفع بأن يكون مرتين مرتين. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أو مع الذكر؟ يصلح. ويجب التسمية في الوضوء. الآن لما فرغ من السواك وهو من سنن الوضوء ذكر التسمية. التسمية ذكر لله عز وجل، يعني يقول بسم الله، وهي مشروعة في ابتداء الوضوء لما جاء فيها من الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هذا الحديث في سنده مقال، ولكن يقول الحفاظ إنه تكاثرت طرقه كثرة يقوي بعضها بعضا، وتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، لا بالنظر إلى سند حديث واحد، ولكن بالنظر إلى مجموع الطرق والروايات التي يعضد بعضها بعضا. فهم مجمعون على مشروعية التسمية على الوضوء، ولكنهم اختلفوا هل هذه التسمية واجبة أو سنة. الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية واجبة في الوضوء، أنها واجبة في الوضوء لهذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والنفي يقتضي عدم الصحة. أما الجمهور فيرون أن التسمية واجبة وليست سنة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء أي لا وضوء كاملا، فالنفي متوجه إلى نفي الكمال. الجمهور يرون أنها لنفي الكمال، يعني التسمية على الوضوء عند الجمهور للكمال، ليست بواجبة والاستحباب، وليست بواجبة وليست لنفي الحقيقة عندهم. وعلى كل حال فالتسمية متأكدة عند الوضوء، وعلى من يرى أنها واجبة إنما يوجبها في حالة الذكر، في حالة الذكر أو الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان، بالضم ضد النسيان. أما من نسيها فإن وضوءه صحيح. الحمد لله. من نسي التسمية فإن وضوءه صحيح والحمد لله، لأنه لم يترك شرطا من شروط الوضوء، ولم يترك فرضا من فروض الوضوء، وإنما ترك واجبا قبل الوضوء، فيصح الوضوء في حد ذاته، ويكون الناس معذورا في ذلك. قالوا: فإن ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي، إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي، لكن هل يعيد أول الوضوء أو يستمر في إكماله؟ على قولين، فمنهم من يرى أنه يستأنف، يسمي ويستأنف من أجل أن تشمل التسمية جميع أعمال الوضوء، ومنهم من يرى أنه يسمي ويكمل وضوءه ولا يستأنف. نعم. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان هو إزالة القلفة التي على الذكر، على رأس الذكر، إزالة القلفة التي تستر الحشفة على رأس الذكر، لما في إزالتها من المصالح الشرعية والصحية، لأن في بقائها ضررا، وذلك بتراكم الأوساخ تحتها، وأيضا حصول النجاسة عند التبول، فلا يصل الماء إلى إزالة
هذه النجاسة المتبقية وهذه الأوساخ المترسبة، ففي إزالتها مصلحة شرعية، وذلك بإزالة النجاسة، ومصلحة طبية صحية، وذلك بإزالة الأوساخ، لأن هذه الأوساخ إذا تراكمت وتزامنت طويلا فإنها تسبب المرض، تسبب المرض، ففي إزالتها مصلحة شرعية ومصلحة صحية. وأيضا الختان من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء، وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو سنة نبوية وخصلة عظيمة من خصال الفطرة، وحكمه الوجوب على الذكر، يجب على الذكر أن يختتن، ولا يترك هذه القلفة، فتصاحبه هذه الأنجاس وهذه الأوساخ. ولما في ذلك من مخالفة النصارى، فإن النصارى لا يختتنون، ويعرف المسلم من النصراني بالختان. هذا في حق الرجل يجب، ما لم يخف على نفسه. إذا خاف على نفسه من الختان، خاف الموت، فإنه يسقط عنه الوجوب، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحمد لله. فإذا خاف على نفسه الضرر، لأن قطع هذه الجلدة يسبب له تسمم الجرح وسريانه على الجسم أو على النفس، إنه حينئذ يمتنع من الختان، وذلك من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. أما إذا توفرت الإمكانيات للختان وأمن الضرر، فإنه يجب على الذكر أن يختتن. وأما في حق الأنثى فهو مستحب، وهو ما يسمى بالخفاض، لقوله صلى الله عليه وسلم للخافضة اخفضي ولا تنهكي، أي أنها تزيل بعض الجلدة التي في الفرج ولكن لا تستأصلها نهائيا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمراد بالختانين ختان الذكر وختان الأنثى، فدل على أن الأنثى أيضا تختتن، ولكن اختتانها مستحب على المذهب وليس بواجب مثل ختان الذكر. نعم. قال ويكره القزع. ويكره القزع، هذا من أحكام الشعر، من أحكام شعر الرأس. اتخاذ شعر الرأس وتطويله هذا سنة نبوية بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فهو واجب، يجب عليها توفير شعرها لأنه جمال لها. أما الرجل فإنه لا يجب عليه توفير شعر رأسه، يجوز له حلقه، يجوز له حلقه، وقد يجب حلقه في النسك، إذا كان في النسك يجب حلقه أو تقصيره، يجب حلقه أو تقصيره في النسك. وأما في غير النسك فإنه يباح له حلقه، ولكن توفيره أفضل. أما من يعبث بشعر رأسه فيحلق بعضه ويترك بعضه، فهذا هو القزع المنهي عنه، لأنه من
سنن الكفار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. والقزع يقولون على أنواع: النوع الأول أن يحلق وسط الرأس ويترك جانبيه، النوع الثاني أن يحلق جوانب الرأس ويترك وسطه، النوع الثالث أن يحلق بقعا من الرأس، أن يحلق بقعا من الرأس ويترك بقعا أخرى غير محلوقة. وكل هذه الصفات تسمى بالقزع وهي منهي عنها، لأنها فيها تمثيل بالشعر وفيها تشبه بالكفار وغير المرغوب فيهم الذين يعبثون بشعر رؤوسهم. نعم. هل ألزم عمر رضي الله عنه أهل الذمة بذلك؟ نعم، عمر، عمر رضي الله عنه ألزم أهل الذمة بالتزام زيهم من أجل الفرق بينهم وبين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا نشكر لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.